وعد الرئيس الأفغاني أشرف غاني باتخاذ إجراءات للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين في الحرب على من وصفهم بالمتشددين، وذلك بعد مقتل وإصابة العشرات خلال الأسبوع. وقال غني إن الإجراءات الجديدة لحماية المدنيين في طور التنفيذ، وإنه طرح عدة ضوابط لمنع الغارات الليلية والهجمات التي تؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين. اسمحوا لي أن أقدم تعازية لأسر ضحايا الهجمات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على مركز توزيع بطاقات الهوية الوطنية والشهداء الذين سقطوا في الحادث الذي وقع في خوجاني. بعد الانتخابات سيكون هنالك إصلاح أساسي في جميع وحدات